الفجر هو الجمعه قعد معايا شويه في الاوضه عذبني يا راجل. بينام الساعه 10؟ لا يا ريت. هو الجمعه ماسك المصحف في ايد والريموت في ايد. يقلب مش باصص. هو مش باصص ما خلاكش تتحكم في اي حاجه. قلت له يا واد اديني فرصه يا حبيبي اديني. ماسك الريموت ما هو اللي بيقلب وهو بيقرا قران يا ابني يا واد. طب خلي بالك هو عمل وضع يعدي على الاوضه بتاعتنا. انا اتصبت فتره اتصبت ماتشين عمل وضع يعدي خلاص عمل عقد وبتاع وقعد في الاوضه. لا ما ابو تريكه ده كنا لسه في 2001 يعني. انا كنت بقعد مع كابتن خالد اتصبت ماتشين خلاص وبعدين مع بعض والدنيا ماشيه وتمام مش قادر تقول له اتصبت ماتشين بالظبط خلاص عمل وضع يعد ودخل قعد ومش عايز يطلع من الاوضه يعني. كنا بنخلص الماتش يروح يقعد في الاوضه برضه. مش هتقدر تقول له اديني الاوضه تاني. لا لا خلاص لا لا اقطعها من الاوضه خلاص. نطلع فاصل نريح شويه. يلا نطلع فاصل ونرجع نستكمل مع حضراتكم الحوار الشيق جدا مع النجوم الكبار كابتن خالد بيبو وكابتن احمد السيد.